السلام عليكم، مرحبا فيكم في تختيم لعبة Resident Evil 4 استعدادا لنزول Resident Evil 4 Remake. يلا نبدأ. المرة الحلقة اللي راحت هزمنا الشيف مندنز ودخلنا القلعة. Wait. الحين على قولتهم المتعة بتبدي مع القلعة، لأن يعني القلعة يعتبر أفضل أفضل منطقة في اللعبة بالنسبة لي. إيه يعني قلت أنا في ثعبان هنا، بس It's alright يا حبيبي. أوكي. روحين وش الجديد عند المرشنت، لأن أتوقع عنده حين كل شيء جديد. قبل لازم نروح للكنوز اللي عندي، أشوف لا أقدر أسوي كومباين لأي شيء مع بعض. أنا أقدر احتمال أن أقدر أسوي هذا حين أتوقع مكتمل. يبقى لي جوهرتين. Got a new selection. Got some rare things on sale. What are you selling? Is that all? Is that all? Thank you. بيه هذا الحين. نشوف وش اللي أحتاج. كم عندي؟ أوكي، لازم ناخذ الكيس. رجماب. مفروض أوكي في بلاك تيل. بروكن بارفلاي هذا من أقوى الأسلحة. عندي الشوت جن، ما أدري لا أبغى أشتري الشوت جن. أشتري الرايفل. لازم أشتري الرايفل. الرايفل مهمة. Buy it at a high price. Okay. Thank nice. What are you buying? Hello, Hadna. A rifle. Is that all, stranger? مكان يبغى له ترتيب بشكل مو طبيعي. اوكي كده الحين يعتبر المكان افضل بواجد. اوكي كده الحين كل شيء افضل بواجد. لازم ناخذ هو الماين ثراور. جدا جدا قوي السلاح، بس ما عندي مكان احطه فيه. ايش اللي اقدر اطوره الحين؟ ريد 9. الشوت جن غالي مرة.
رايفل كم في 10 طلقات؟ Come back anytime. Come back anytime. هذا اوكي قاعدين الان بس نسوي سيف اول شيء الحقيني يا اشلي اوه اذكر هالغرفة اوكي اذكر اوكي ما اذكر هالغرفة اوكي قبل لا ندخل ديك الغرفة اوكي لازم نروح نعطل المدفع اللي بيطلع من هنا نسيت وش سوينا بالضبط مرير سيريز في أكثر هنا هلا أذكر أن الحين بصيروا يفلتوا يرموا علينا قذائف آشلي ايستا ماتاو يا عشي بسرعة 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 يا عشي اوكي غلط اني وقفت شوي كيف التحكم كده؟ المزعج صرت أمو واجد أنا لو واحد من الهيربز عطيت أشلي لأنها الآن بتموت بسهولة اوكي 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 جود ضربوني انا ما ضربوا عشري اشوف لا اقدر اصيب اوكي في نافذة
ثاني للأسف ما أقدر أصيبه. أنا محتار أخلي آشلي هنا لو لحظة انت يا حمار يبغى لي اتصرف وياك. تعالوا يا عاشلي بسرعة. بوم. كفو يا ليون. اثنين مصابين. يا إلهي. هلا اعرف انا في غرفة تحت. اوه في سربة. كنز. جولد بنجل. ايه بس ما تالو ايستا Ashley, yeah, Ashley, yeah, Ashley, yeah, Ashley. Follow me. Follow me. وين أنا؟ وش؟ هذه البوابة الرئيسية؟ ماشي توني شاري منك شيء يا ماشي. تبي تفلسني؟ Got a rare things on sale. Rare things. What are you buying? What are you selling? أحتاج إني أبيع أكثر كل الأشياء اللي عندي اللي ما أحتاجها. Is that all? Is that all? Thank you. هل في شيء زيادة هذا؟ ما أثق أنا لازم أنتظر يمكن أحصل شيء زيادة. Shotgun capacity أسوي TMB capacity 100 طلقة. تنسى أن تعشق هالمسدس أنت. Hannigan. Leon, where's your current location? We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados. They must not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to... What? Repeat, Hunnigan. Great. Just my luck.
أوكي وصلنا هنا. Repeat, Hannigan. Mátalo. Ahí está. يجي من الباب اللي تحت ها؟ الحل مش تلحقيني يا أشلي يا العلة. هذا رئيسهم قاعد يضحك. أوه أذكر إيش أحتاج. ناخذ السيف الذهبي نحطه في المكان الذهبي الثاني في المكان الفضي. ما تالو بريرا سيريز هذا الذهبي صح؟ لا العكس. حطينا هذا هنا. Wait. Wait يا أشلي. قوم يا أشلي وش قاعد تسوي؟ نسوي بنشوف لويس مفروض. لويس. I've got something for you guys. What? Oh shit. I must have dropped it when I was running away from them. Dropped what? A drug that'll stop your convulsions. Look, I know you're carriers. You've been coughing up blood, right? Yeah. And you? Yes. Damn it! The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No. You stay here with Leon. He's better with the ladies. I'm sure. Why are you- It makes me feel better. Let's just leave it at that. Okay. Wait. يطلع من الباب. Oh. يا حبيبي
2 ما في مريرة سيريز لا خليت أشلي هنا يصير شي معها ما يصير شي مع مريرة سيريز لوت سادلر كيف كذا يا حبيبي بعدين يجوا لي الاعداء اللي عندهم دروع فاحتاج الشوت جان او داهم اعرف مقامك اعرف مقامك لوت سادلر مو هنا اوه احتاج المفتاح عشان هنا جاي الكاسل كي ماتلو ما ماتلو بمشي انا صراحة ما بنتظركم كلكم توصلوا هنا مريرة سيريز مع السلامة اوريدي في كنز بلا زار بلا ضحك خلاص شوي من افضل الشخصيات في Resident Evil تصميمه شخصيته Ramon Salazar. This magnificent architecture. I have been honored with the prodigious power from the great Lord Sadler. I've been expecting you, my brethren. No thanks, bro. Leon. A feisty one. If you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. Or Mr. Scott, you can give us the girl because you're not worth a penny, I'm afraid. You can die. I'm never turning into one of them. Never. Got that right. We'll find a cure. نحصل علاج قال ليون. دوج 3 أقنعة. أو 3 قطع الماعز الأسد والثعبان أوكي وكان نحتاج نروح يمين يسار ما نقدر
يمين ما نقدر أو يمين ما نقدر. من جهة ثانية نحتاج نفتحها. اوريدي من قابل الجلاتياتور ما ادري وش اسمه العدو الاعمى. عندي اي هيلث؟ عندي هيرب، عندي هيربين، ما استخدمها. اوكي ترتيب زين للمخ. اقدر اروح حاليا؟ اتوقع ناخذ مفتاح السجن. بريزن كي، مفتاح السجن. ماتالو. من أرعب الأعداء في Resident Evil 4. أنا أقدر نحاش بس لازم أقتله. كسر الجرس، يقدر يكسر الجرس. نايس. أعطاني فلوس واجد. عندنا هيرب هنا. محتاج إني أعالج أشلي بس. بحافظ على الهيرب شوي. ماتالو تعالوا. ما في خوخي ثرو خوخي ثرو. يلا يا أشلي هيا بنا، هيا بنا إلى العملي. نايس. يلا يا أشلي. مرحبا. ما في صوت حتى، ما في سلام كلام. أشلي ممكن تعطيني مساحتي الخاصة لو سمحتي؟ ركيني أتنفس شوي. وراي وراي. أوه. ما
ما توقعت ان هذه تكون موجودة الحين. من اصعب المراحل في Resident Evil 4. يلا يا أشلي يلا يا أشلي يلا يا أشلي. Wait. Follow me. أشلي 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 يلا 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 يلا, يلا. مريرة سيريز لا لا يا ليان لا آخ عيشت يلا يلا يا أشلي يلا يا أشلي يلا يا أشلي يلا يا أشلي برا والله انتو لا 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 والله أسرع ليان
خلصنا؟ الحين في موسيقى. وين الحبيب الموجود؟ اوكي مو مهم، اهم شيء ما اموت وارجع اسوي شيء جديد. موريرا سيريز، اوه ذاك الحبيب. خلصنا، حصلنا كل شيء. الحين مرحلة المنطقة الثانية، المنطقة الثانية الحين لازم أنا أنقذ آشلي بالقناص. عبر. تاج سنايبر يا إخوان. يلا حظا موفقا يا أشلي. يا حبيبي هالمل انت ما ينفع لك الا الشوت جان تحت هنا. لا يا حبيبي نو. ترى يا أشلي وانت ظل مكانك. يلا يا أشلي بسرعة يمديش تسوي قبل اضطر اني انقدش مرة ثانية وخسر اموال الفاضي. نايس يا أشلي نايس. طبعا في كنوز واشياء على جنب فبروح اشيك بس. باب هذا والباب هذا.
جرة واحدة بس. اوه مفيد صراحة. مويريرا سيريز. اوكي خلصنا. يلا خل نخلص هالمقطع يا اشلي. المقطع كان مقطع طويل. لو سمحت ليون اطلع من الباب. يلا باي باي. اوكي الحين اشلي بتنخطف. برتاح منها فترة صغيرة بس. احنا سوي سيف الحين بتخلص خلص الحلقة بسوي سيف. anyway وقعتي في الفخ يا أشلي أيتها المغفلة. هوم اند اوف شابتر. شكرا على المشاهدة. إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك. لو تبغوا مقاطع أكثر سووا اشتراك للقناة وأبغى أشوفكم قريب. باي باي.